العاصفة زينة مرت من هنا، ميناء وسنسول جبيل الأثري الذي لم تتمكن السنين منه، جاءت الأمواج العاتية لتزيد من خطر انهياره بعدما أصبح بحاجة إلى تدعيم، وكذلك الطاحونة القديمة في المرفأ. نازل له شي متر من النص متر للمتر، نازل انهيار زيادة بالماء هون. شوف كيف هالبلوك الكبير هذا، البيتون اللي بيتون أرمي لك، كيف هو نازل على يعني عامل درجة 35. أنا بعد رأيي على الانهيار. اليوم مديرية الآثار عم بتأكد إنه مينا جبيل منه مهدد، إنما نحن عم نقول ونتمنى ما يكون مهدد، بس هيدا الواقع واللي صار بقلب جبيل واللي صار بقلب المينا بيتطلب تكثيف العمل والبدء في ترميم هيدا المرفأ تلافياً لأي خطر قد يحدث في المستقبل. الأضرار كبيرة على طول الساحل. كاميرا الإم تي في جالت في مدينة جبيل مروراً بكفر عبيدة في المدفون، المشهد واحد بعدما اجتاحت الأمواج المنازل والمنتجعات على البحر. هيدي طولة هون علوها شي متر ونص، صار فات عليها الردم، صار كل شيء بمستوى بعضه، بس في غمق هون متر ونص وكان طاولة تقعد الناس حواليها. رايح لعنا أكثر من 6-7 مراكب بالبحر لأنه قشط الحيط من ورا، سرعة الموج كانت كتير سريعة وعلوها أكثر من 7 متر، وسرعة الهواء وصلت لأكثر من 8-9 بوفور. يعني شيء منا شايفينه ابدا، ودمار كله مثل ما انك شايف. كان في عنا كونتينر هون حملوا البحر مثل ورقه السيجاره وكبوا وقعوكوا مثل الورقه. نحن بحاجه لدعم لهذا المرفأ يلي بمنطقه كفر عبيده. هيدا اول طابع عنا على البحر، او قديش قلنا اول مره بتطلع الموج لفوق عندنا على البيت، اول سنه بتصير فينا. فاتت المي علينا لجوا وعم نسبح. وامام هول ما خلفته العاصفه، ابى هذا المسن الا ان يتحدى زينة، فنزل يسبح في قلب الامواج العاتيه. الجميع بانتظار انحسار العاصفه زينة لمعرفه حجم الاضرار الفعلي ساحلا وجبلا. الاضرار على ما يبدو كبيره، والرؤيه ستنقشع في الساعات المقبله. نخلع ضيمه، ام تي في.